ما هي ما وصلتش لدرجه انها تتدخل اكل ايه وما اكلش ايه. يا حبيبتي صدقيني انا عارف هي خايفه عليك. لو الخوف بالطريقه الاوفر دي انا مش عايزاه ومش هستحمله. انا ما بتدخلش في حياتها يبقى هي كمان ما تتدخلش في حياتي. يا حبيبتي انا لو شايفها بتتدخل في حياتك انا مش هسكت، بس انا شايفها بتتدخل في اللي يخصها، والبيبي اللي في بطنك ده هيكون حفيدها. والله بأمارات ما كانت عايزيني انزله. احنا مش هننسى الغلطة دي ولا ايه؟ هنعلق لها حبل المشنقة؟ خلاص عرفت غلطها. لو كانت عرفت غلطها كانت سابتني في حالي. برضه نديها عذرها، خايف على البيبي. لا ريح. وقول لها ان محدش هيخاف على البيبي بتاعي اكتر مني. لا طبعا. ده مش ابنك لوحدك. وبطلي تتكلمي كده على امي، هي ما اجرمتش. بقول لك ايه؟ انا خلاص جبت اخري، وتدخلات مامتك دي لا تطاق، احنا لازم نسيب البيت ده ونمشي، انا خلاص بقيت عايشة في سجن. يسيب ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزه تفرقي بيني وبين ميشو حبيبي؟ انت بتتجسسي علينا؟ انا في بيتي بسمع براحتي. اديني عرفت حقيقتك. فضلت تتمسكني لحد ما اديتك احلى واغلى حاجه في حياتي. وجايه دلوقتي عايزه يمشي ويسيبني؟ يا سولا هي ما تقصدش كده. اهدي بقى. لا قصدي. ما تهدي يا رحمه، كرهتيني في حياتي. شفتي؟ شفتي خليتيه كاره حياته ازاي؟ انت عاجبك اللي بتقوله؟ لا مش عاجبني، بس طب هنعمل ايه؟ مش عاجبك؟ امال عاجبك طولة لسانها وقلة ادبها؟ لا مش عاجبني برضه. بس اهدى يا سولا، اهدى. اهدى ازاي؟ مش سامعها وهي بتقول على بيتي سجن؟ وبترد عليا وفي وجودك وانت واقف ساكت لها؟ ايه يا ميشو؟ بتقف في صف مراتك قصاد سولا يا حبيبي؟ لا طبعا مش واقف في صفها. اه طبعا. وانت من امتى وقفت في صفي؟ انا مش عارف ارضيكوا ازاي. ما تهدي يا رحمه شويه. انت اتجننتي؟ انت عايزاه يقف في صفك انت قصاد امه؟ عندك حق. مهما حصل هطلع انا اللي غلطان. انا زهقت. انا لا عارف ارضيكي ولا عارف ارضيها. انا سايب البيت وماشي. دخلتي بيتنا وخربتي حياتنا. Watch it.